السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور سيد أيوب في محاضرة الاستيرويد بايوسينسيس والاستراكشر بتاع الاستيرويد في مديول اسمه الاندوكراين. الكيمستري والسينسيس بتاع الاستيرويد هرمون في منتهى الأهمية، احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده في الكوليسترول بايوسينسيس. طب احنا عايزين ايه من محاضرة النهاردة وليه بندرسها مباشرة؟ احنا عايزين نعرف يعني ايه كيمستري كده رفلي وبتاع الاسترويد هرمون، وايه الاوريجين بتاعه، يعني بيجي منين البريكورسر بتاع الاسترويد هرمون دي كلها، وكلاسيفيكيشن بنقسمها ازاي الاسترويد هرمون، وايه البيوكيميكال فانكشن والابليكيشنز بتاعتها والبيوميديكال امبورتنس بتاعة الاسترويد هرمون. الاوتلاين بتاع الليكشر النهارده زي ما قلنا هنتكلم عن الكيمستري كلاسيفيكيشن والبيوكيميكال فانكشن والكلينيكال ابلكيشن بتاعه الاسترويد هرمون. وادي الاسترويد هرمون هنكلمكم في السكه كده عن الايه المود اوف اكشن اوف الاسترويد هرمون، يعني هل هو ليبوفيليك يعني بيمشي في الايه في الليبيد بايلير بتاع السيل ميمبرين وبيدخل على طول على النيوكليير ميمبرين ويدخل على طول على الريسبتور جوه النيوكليوس ويأثر على الايه على الدي ان اي ويعمل جين ترانسكريبشن، ده هنتكلم فيه بعدين، ويعمل بروتين بايوسينسز ويعمل انزيم، ده ان شاء الله تفصيله هنتكلم فيها ان شاء الرحمن اثناء المحاضره. ادي الايه الكيمستري بتاعه الاسترويد هرمونز. هي بتيجي منين الاسترويد هرمون؟ بتيجي من الادرينال كورتكس. بتادرينال الكورتكس بتاعت ايه؟ بيجي من الكورتكس ولا من الايه من المظله؟ لا، في سوبرا رينال جلاند. السوبرا رينال جلاند دي بيقسموها لحاجتين، لكورتكس بره ومضله جوه، او من الكورتكس دي بيقسموها ثلاثه زونز، وكل زون بتدينا واحد من الايه من الاسترويد هرمون. فالادرينال كورتكس اللي هي بتاعه السوبرا رينال مضله السوبرا رينال جلاند، الادرينال كورتكس دي ليها ثلاثه زونز. الثلاثه زونز دول بيتقسموا حسب ايه؟ من الاوتر زون ومن الميدل زون ومن الانر زون، كلهم بيدوا استرويد هرمونز، والاسترويد هرمونز كلها لا اما 18 كربونه لا اما 19 كربونه لا اما 21 كربونه. اصغر زون من الثلاثه زون اللي هي بيكون بره خالص الاوتر موست اسمها زونا جلومرولوزا، ودي بتدينا ايه؟ بتدينا مركبات بتاع استرويد هرمونز بتتكون من 21 كربون. طب هي ايه؟ المينرالو كورتيكويدز. طب المينرالو كورتيكويدز بتيجي من الايه؟ الاوتر زون اسمها زونا جلومرولوزا من الادرينال كورتكس 21 كربونه، والمينرالو كورتيكويدز ديت وظيفتها الاساسيه بتتحكم في الووتر بالانس والالكترولايت بالانس بتاع الصوديوم والبوتاسيوم. مين اشهر واحد في المينرالو كورتيكويدز لما يتذكر؟ الالدوسترون. طب امال الميدل زون؟ الميدل زون بتاع الادرينال كورتكس ما بتديناش بقى المينرالو كورتيكويد، لا بتدينا الجلوكوكورتيكويدز من زون اسمها ايه الميدل زون دي؟ اسمها زونا فاسيكولاريس. ابقى زونا فاسيكولاريس اللي هي الميدل زون ودي اكبر زون، ها؟ بتدينا جلوكوكورتيكويدز، زون اسمها جلوكوكورتيكويدز. يعني ايه جلوكوكورتيكويدز؟ يعني كورتيكويدز اللي هي الاسترويد هرمونز اللي تاثيرها كويس قوي على الكربوهيدرات او الجلوكوز، عشان كده بنسميها جلوكوكورتيكويدز. طب امال بقى الزون اللي جوه بقى اسمها ايه؟ اسمها ريتيكولاريس. الانر موست زون اسمها ريتيكولاريس. ودي بتدينا الايه بقى؟ بتدينا السكس هرمون، اندروجين 19 كربون والاستروجين 18 كربون. الاستروجين طبعا بتاع الفيميل والاندروجين بتاع مين؟ بتاع الميل. يبقى في ثلاثه زونز، اللي بره بتدي مينرالو كورتيكويدز، اللي في الوسط بتدي ميدل جلوكوكورتيكويدز، واللي جوه الانر موست بتدينا الاندروجين والاستروجين 6 هرمونز. وادي التقسيمه بتاعتها الجميله التحفه هيت. ادي السوبرا رينال جلاند فيها مضلة وفيها كورتكس، والكورتكس ثلاثة زون، أوتر موست زون وإنر موست زون وميدل زون، والأوتر موست زون بتدينا مينرالو كورتيكويدز أهم واحد فيهم الألدوسترون وبيأثر على الووتر والإلكترولايت بالانس، والميدل زون دي أكبر زون بتدينا جلوكوكورتيكويدز تأثيرها كبير أوي على الكربوهيدرات أو الجلوكوز، والإنر موست زون بتدينا لا إما الأندروجين أو الإستروجين بتاع السكس هرمونز. ودي بقى الايه اهم حاجه في الكيميكال استراكشر بتاع الاسترويد هرمون. ليه بقى؟ عشان زي ما احنا قلنا لك قبل كده ان الكوليسترول اللي هو كم كربونه؟ 27 كربونه.
27 كربون دول كان بنقول من وظائف الكوليسترول المهمه جدا 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 جوه الجسم، انها بتدينا كل الاستيرويد هرمونز وبتتحول للاكتيف فيتامين دي اللي هو الكوليكالسيفرول فيتامين دي 3. ابقى الكوليسترول هنا ازاي بيدينا بقى الاستيرويد هرمونز؟ خلي بالك احنا عندنا كام كربونه هنا؟ 27 كربونه. يعني احنا لو قسمنا هنا بين 22 و20 هنا كده، بين 22 و20 قسمنا كده، جاء انزيم قص هنا كده، ها قص هنا، خلى السبعه سته كربون دول لوحدهم وال21 كربون دول لوحدهم، اهو الانزيم ده اللي بيقطع بين 20 و22 بمقص اسمه ديسموليز. طب بيقص بايه عشان بيعمل ريدكشن؟ بالناد بي ولا الناد بس؟ لا بالناد دي اتش، بيعمل ريدكشن، يحط اتنين هيدروجين واحده هنا وواحده هنا ويقسم ويخلي السته كربون دول يروحوا في حته بعيد، ويفضل مركب 21 كربون اسمه بريجنينولون. اهو البريجنينولون ده اللي جاي بسبب تاثير الديسموليز وقطع عند ال 20 22 للكوليسترول، اهم خطوه من الخطوات. ليه؟ عشان الريت ليميتنج ستيب ديت الديسموليز ده بيسموه الريفيرسبل او الريت ليميتنج ستيب، او اهم ستيب في تصنيع الاستيرويد هرمون. اوعى تنسى، ممكن يجي لك سؤال يقول لك مين البريكيرسر بتاع كل الاستيرويد؟ قول البريكيرسر من الريت ليميتنج ستيب، اهم خطوه بتاع الديسموليز اللي بتحول ايه؟ كوليسترول للبريجنينولون. البريجنينولون كم كربونه؟ 21 كربونه. اهو البريجنينولون ده اللي بيدي كل الاستيرويد هرمونز، وبيدي البروجسترون، يدي الاول البروجسترون وبعد يدينا كل الاستيرويد هرمون بقى، المينرال كورتيكويد والجلوكوكورتيكويد والسكس هرمون اللي طالعه من الاوفري واللي طالعه من الايه؟ من التستس. ابقى الكوليسترول بالديسموليز بيقسم 6 كربون ويفضل 21 كربون اسمه بريجنينولون. ده كومن بريكورسر لكل الاستيرويد هرمون. طب مين اللي بيتحكم في الديسموليز ده؟ هو اهم خطوه. حد اكبر منه. طب مين الراجل الكبير بتاعه؟ الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. جاي منين؟ جاي من الاتيرو بيتيوتري. يتحكم في ده هو، يقول له زود البريجنينولون يعني زود كل الاسترويد، قال البريجنينولون يعني قال كل الاسترويد. عشان كده بنسمبل الخطوه دي بتاع الديسموليز ريت ليميتنج ستيب لكل السنسز بتاع الاسترويد هرمون. الخطوه بتاع البروجستيرون اللي جايه من البريجنينولون دي مهمه جدا، بتتم عن طريق خطوتين مالكش دعوه بتفاصيلها قوي، ولكن تعرف ان البروجستيرون اللي بيجي من البريجنينولون هو اللي بيدينا جلوكوكورتيكويدز ومينرالوكورتيكويدز والميل سكس هرمون والفيميل سكس هرمون بتاع السكس استرويدز. عدي وتعالى هنا بقى، اهي دي اهم ستراكشر. ليه؟ عشان الكوليسترول المفروض ان هو 27 كربونه بيتحول للبروجنينولون 21 كربونه. البروجنينولون ممكن مباشره يدينا كورتيزول. هو مين اهم واحد في الجلوكوكورتيكويدز؟ هو الكورتيزول، او الكورتيزول ده جلوكوكورتيكويدز. وممكن مباشره يدينا بروجسترون. هوبا خلي بالك بقى من البروجسترون ده، لان البروجسترون ده ممكن يتحول لكورتيكوستيرون، ده كورتيزول برضو زي كورتيزول جلوكوكورتيكويدز، او يتحول لالدوستيرون، ده مينرالوكورتيكويدز، او يتحول لاندروسترون. الاندرو استيدايون ده اندروجين، اندروجين يعني ايه؟ ميل سكس هرمون، او تستوستيرون ميل سكس هرمون، او استرادايول في ميل سكس هرمون. ابقى كان كل الجلوكوكورتيكويد والميل سكس هرمون والفيميل سكس هرمونز والمينرالوكورتيكويدز كلها بتطلع في الحته دي، كلها منين؟ منشاها البروجنينولون، لما يدي مباشره كورتيزول جلوكوكورتيكويدز، او يدينا البروجسترون والبروجسترون يدينا الكورتيكوستيرون جلوكوكورتيكويدز، الدوستيرون مينرالوكورتيكويدز، اندروستيندايون ده اندروجين، تستوستيرون ميل سكس هرمون، استراديول في ميل سكس هرمون. ابقى كل المنشا بتاع القصه دي الليله ايه؟ ديسموليز، بيدينا بريجنينولون، والبريجنينولون لا اما يدينا حاجات لا اما البروجسترون يدينا باقي الحاجات. ابقى السنس بتاع الاسترويد هرمونز بيدينا الجلوكوكورتيكويدز. اهم حاجه في الجلوكوكورتيكويدز مين؟ الكورتيزول، اشهر واحد. ومين كمان اللي زيه؟ كورتيزون او كورتيكوستيرون، كلهم زي بعض بس بيفرقوا مع بعض اتش او اتش او كده. انما المينرالوكورتيكويد، الجلوكوكورتيكويد اشهر واحد الكورتيزون، انما المينرالوكورتيكويد اشهر واحد مين؟ الالدوستيرون. كل الرياكشنز اللي بتتم في الكونفرجن بين ده وده في الجلوكوكورتيكويد او المينرالوكورتيكويد بتتم عن طريق الايه؟ هيدروكسيليشن، عن طريق الهيدروكسيليز انزيم والمونو اكسجينيز. ابقى الهيدروكسيليز والمونو اكسجينيز هم اللي بيعملوا
هيدروكسيليشنز ويغيروا من مركب لمركب جوه الايه جوه الجلوكوكورتيكويد او المينرالوكورتيكويدز. طب بيعتمدوا على ايه في الريدكشن رياكشن بتاعهم؟ بتجيبوا الهيدروجين منين؟ من الناد اتش ولا الناد بي اتش؟ الناد بي اتش مهمه جدا. ناد بي اتش ديبندنت يعني الانزيمز ديت بتعتمد على الريدكشن رياكشن بتاعها عشان تعمل انتر كونفرجن للمركبات عن طريق ناد بي اتش. مين اللي بيعمل استيموليشن للديسموليز علشان يدينا بريجنينولون وبعد كده يدينا بروجستيرون ويدينا كل الاستروجين هرمون؟ الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون. الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون جاي منين؟ جاي من البيتيوتري. بيأثر على ايه؟ بيأثر على الديسموليز. علشان ايه؟ علشان يزود البريجنينولون. طب وزاد البريجنينولون يعني يزيد الايه؟ يزيد كل الاسترويد هرمونز. طيب نيجي بقى للسكريشن. طب احنا صنعنا خلاص يا عم الاسترويد هرمونز، نعمل بقى سكريشنز ازاي؟ كله تحت تأثير عمنا الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون اللي بيطلع من الايه؟ البيتيوتري. خلي بالك بقى في الجلوكوكورتيكويدز قلنا اشهر واحد الكورتيزول. هوبا. طب الكورتيزول ده ليه صفة جميلة جدا 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 اسمها دايورنال فاريشن. يعني ايه دايورنال فاريشن؟ وبتجي لك سؤال الدايورنال فاريشنز يعني تلاقي الكورتيزول ده لما تيجي تقيسه بيقول لك تقيسه 8 صباحا. ليه 8 صباحا؟ عشان اعلى مستوى ليه 8 صباحا. ها لازم تقوم بدري تصلي الفجر والكورتيزول ايه؟ ابقى في السماء. جميل جدا جدا جدا. لما تقيسه 8 صباحا طب قيسه 8 بالليل تلاقي ايه القياسه مختلفه. الكورتيزول هنا بيكون عالي نورمالي وبيكون واطي بالليل. ابقى الدايورنال فاريشن يعني ايه؟ كورتيزول لما تقيسه تلاقيه عالي بالنهار الصبح وبالليل نايم. ها بالليل بيكون قليل قوي. طب مين اللي بيخلي فيه الصفه دي؟ اللي بيتحكم فيه هو مين اللي بيتحكم فيه؟ الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون. بيتحكم فيه ازاي؟ عن طريق التأثير عن الديسموليز. طب هو بيتحكم فيه ليه؟ علشان هو الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون اساسا ما بيطلعش مره واحده، ده بيطلع بلساتايل. يعني ايه بلساتايل ريليز؟ يعني بيطلع شويه شويه، بيطلع كتير قوي الصبح وبعد كده يقل، وبعد كده بالليل يقل، وكتير قوي الصبح وبعد كده يقل. فالبلساتايل ريليز بتاع الادرينوكورتيكوتروفيك هرمونز اللي جاي من الانتيريور بيتيوتري ده اللي بيعمل الايه؟ بيعمل دايورنال فاريشن لكورتيزول. طب هو مين الكبير دايما في اكبر منه؟ مين اللي اكبر من الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون؟ الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس اللي فيها كورتيكوتروفين ريليزنج فاكتور هي دي اللي بتتحكم في الادرينوكورتيكوتروفيك هرمونز، هو ده اللي بيتحكم في الديسموليز وبعد كده يتحكم في الكورتيزول. ابقى الكورتيزول لما يطلع بكميات كبيره يعمل حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك. يجي يعمل نيجاتيف فيدباك يعني ايه؟ يروح يقول للادرينوكورتيكوتروفيك هرمون بطل بقى يا عم كفايه كده، انهبيشن. طيب الادرينوكورتيكوتروفيك هرمونز مش بيزود بس الايه الكورتيزول، لا ده بيتحكم كمان في المينرالوكورتيكويد، بيتحكم كمان في الالدوستيرون. هوبا يلا. الالدوستيرون ليه دايورنال فاريشن؟ نيفر، ملوش دايورنال فاريشن. ولكن في حاجه جميله جدا، ليه بوشرال فاريشن. يعني ايه بوشرال فاريشن ديت؟ بوشرال فاريشن يعني لما تيجي تقف وانت قاعد فتره كبيره نص ساعه ساعتين وانت قاعد، تيجي تقف مره واحده تلاقي الالدوسترون زاد فيزيد في الابرايت بوزيشن. ابرايت بوزيشن وانت واقف وتيجي تقف مره واحده الالدوسترون يزيد، ولما تيجي تقعد او تنام الالدوسترون يقل. طب تفتكروا ليه السبب؟ سالت زمايلكم لما شرحت لكم اونلاين قالوا لي، جاوبوا صراحه اجابه جميله جدا وقالوا فعلا ما انا عايز احسن ما يحصليش هاي بشره الهايبوتنشن وضغط يقل وانا واقف مره واحده، فربنا يديني الالدوسترون يزيد عشان يعمل صوديوم ريتنشن ووتر ريتنشن ويزود البلاد بريشر فما يحصليش فينتنج اتاك. الاسترويد هرمونز كلها بتشتغل كمود اوف اكشن اوف هرمونز يعني انتراسيلولر، يعني بتدخل مباشره زي السكينه في الزبده. ليه؟ عشان هي لايبوفوليك هرمونز طنطونه، تدخل على طول الايه؟ تدخل على النيوكليوس وتدخل على الدي ان ايه وتدخل على الجين وتعمل ترانسكريبشن، والترانسكريبشن يعمل ترانسليشن، والترانسليشن يعمل بروتين بايوسنس. طيب نيجي بقى، عملنا دلوقتي قلنا الاستراكشر وقلنا ازاي بيتكون، وبعدين قلنا ازاي بيحصل له الافكت بتاع الايه؟ بتاع الاسترويد هرمونز والاستراكشر بتاعته، وقلنا اهم حاجه في الاستراكشر. طيب اهم حاجه بقى بعد ما صنعناه وعملنا له سكريشن هيمشي ازاي؟ يا هيمشي لوحده ولا متشال؟ لا متشال. 70% من الكورتيزول اللي هو جلوكوكورتيكويدز ده اهو بيتشال على الفا 1 جلوبولين، عشان كده بنسميه كورتيزول بايندنج جلوبولين سي بي جي او ترانس كورتين. ابقى 70% من الكورتيزول بيتشالوا على الجلوبولين.
طب و20% بتشالوا على الالبوم، طب و 27 90 يفضل 10% كورتيزول، ده اسمه فري كورتيزول عشان لما نيجي بنقيس بنقيس دايما احيانا فري كورتيزول. طيب هل ال 10% ديت هي دي البيولوجيكال اكتيف بيشتغل بيها بيشتغل بيها؟ طب هل الكورتيزول بيفضل في الدم كده ولا بيده على طول على طول على طول ولا بيتقص في عمره؟ بيتقص في عمره بعد ساعتين بالظبط، نص الكونسنتريشن بتاع الكورتيزول يقلل النص، الكونسنتريشن يقلل النص بيسموه الهاف لايف، يعني كونسنتريشن لو 100 يقلل 50 بعد ساعتين، ده بيسموها الهاف لايف اوف ايه اوف كورتيزول. عشان كده بنلحق نقيسه بدري صباحا عشان نعرف كميته بالظبط. طيب الاسترويد هرمون ديت لما بتتشال على الجلوبولين وبتتشال على الالبومين او بتفضل فري بتفضل كده شغاله برضه، وايه اللي بيخليها ليها هاف لايف بعد ساعتين؟ عشان بيحصل لها ميتابوليزم. طب الميتابوليزم فين؟ عندك المطبخ الكيتشن بتاع البادي اللي هو مين؟ الليفر. فالاسترويد هرمونز بيحصل لها ان اكتيفيشن في الايه؟ في الليفر. طب عن طريق ايه؟ بيحصل لها دايما ريدكشن وكونجيجيشن. طب كونجيجيشن عن طريق مين؟ الجلوكارونيك اسيد. فكل الاسترويد هرمون اللي هي ال 21 كربونة بيحصل لها ريدكشن للتترا هيدرو ديريفاتيفز، بيحصل لها اكسكريشن على هيئة جلوكورونايدز او سلفيت في الايه؟ في اليورين. احنا كده خدنا كل حاجة لحد الاكسكريشن، فاضل بقى الفانكشن بتاع الايه؟ كورتيزول او جلوكوكورتيكويدز. احنا قلنا جلوكوكورتيكويدز يعني تأثيرها اهم حاجة في الايه؟ في الكربوهيدرات، بس لها تأثيرات على الليبيد والبروتين والالكترولايت والبون والسكريشنز والكونكتيف تيشو والاميون سيستم. الكربوهيدرات بتروح تعمل ايه بقى؟ بتروح تعمل انهيبيشن للجلايكوليسيس. هوبا، عملت انهيبيشن للجلايكوليسيس. طب لما تعمل انهيبيشن للجلايكوليسيس يعني ايه؟ بتقلل الاوكسيديشن الايروبيك والانيروبيك، وتروح تزود الجلوكونيوجينيسيس. طب اللي بيقص اللي بيخلي الجلايكوليسيس الاوكسيديشن بتاع الجلوكوز يقل، وتروح تزود الجلوكونوجينيسيس يعني بيزود الجلوكوز، يعني بتعمل تاثير في الاخر ايه؟ اسمه هايبر جلايسيميك. عشان كده بنقول الكورتيزول او جلوكوكورتيكويدز بيعتبروهم ديابيتوجينيك، ليها ديابيتوجينيك افكت. يعني ايه؟ تعمل ديابيتس. ها الناس اللي عندها ديابيتس تاخد كورتيزول، ابقى السكر البلاد جلوكوز بتاعها في السماء، ها بنمنعها من انها تاخد كورتيزول، يحصل هايبر جلايسيميك. طب في الليبيد بتعمل لايبوليسيس، يعني ايه؟ بتزود الفاتي اسيد في الايه؟ في البلاط، الفري فاتي اسيد في البلاط. طب في البروتين، في البروتين بتعمل كاتابوليز، بتكسر. يعني ايه لما تكسر؟ يطلع امونيا، يعني يطلع ايه؟ امونيا نيتروجين NH3، وبعد كده يكونوا مع بعض امونيا يطلع ايه؟ يوريا. فالانكريز يوريا برودكشن. طيب الفلويد والالكترولايت بتزود الووتر اكسكريشن، ها بتعكس كلام الايه؟ الالدوسترون، تعكس كلام المينرالوكورتيكويدز. هناك كان الووتر ريتينشن، هنا الووتر اكسكريشن. بتزوده ازاي الووتر اكسكريشن؟ لا بتزود الجلومرال فلتريشن ريت بس، لا انت بتعمل انهيبيشن للانتي دايريتيك هرمون. الانتي دايريتيك هرمون كان بيعمل ايه؟ كان بيمنع الاكسكريشن. لما تعمل انهيبيشن للانتي دايريتيك هرمون يعني تزود الاكسكريشن، لما تزود الجلومرال فلتريشن ريت يعني بتزود الاكسكريشن. وكل الكلام ده عكس المينرالوكورتيكويد. طب بتاثر على البون والكالسيوم؟ بتاثر عليهم. بتعمل ايه؟ تقلل الكالسيوم. طب لما تقلل الكالسيوم تعمل ايه؟ تعمل اوستيوبوروزيس. طب في السكريشن بتزود الجاستريك اسيد سكريشن، يعني ايه؟ يعني تعمل بيبتيك ألسر، ادام الجاستريك اسيد زاد. طب في الكونكتيف تيشو تعمل امبيرمنت، تقلل الايه؟ الكولاجين فورميشن. هوبا، طب قللت الكولاجين فورميشن يعني ايه؟ يعني عملت بور ووند هيلينج، ما هو ده الهيلينج بتاع الووند دايما بيتم عن طريق الكونكتيف تيشو. في الاميون سيستم بتعمل اميون سبريسيف. ابقى ليها فانكشنز كتيره اهيت على الكربوهيدرات، بتعمل هايبرجلايسيميا، على الليبيد بتعمل فاتي اسيد بايوسيس فاتي اسيد لايبوليسيس كتير، على البروتين بتعمل يوريا برودكشن، على الالكترولايت امبالانس بتعمل ووتر اكسكريشنز، على البون بتعمل اوستيوبوروزيس، على السكريشنز بتعمل بيبتيك ألسر، على الكونكتيف تيشو بتعمل بون ووند هيلينج، على الاميون سيستم بتعمل اميونو سبريس. طيب ايه اهميه بقى الاسترويد هرمون؟ نمسكهم واحد واحد. المينرالوكورتيكويد ايه اهميتها؟ قلنا اهم واحد فيهم الالدوسترون، بيزود ايه؟ الصوديوم دي ابزوربشن. عن طريق مين؟ عن طريق الرينال تيبيولز. يعني بيعمل ايه؟ يعني بيعمل صوديوم ريتينشن، وبالتالي يعمل ووتر ريتينشن. عكس مين؟ عكس الجلوكوكورتيكويد. تاني حاجه بيعمل صوديوم بوتاسيوم اكسشينج، عشان كده بيعمل ايه؟ بوتاسيوم اكسكريشن، يزود الايه؟ يرجع الصوديوم ويمشي مين؟ يمشي البوتاسيوم.
هنا بقى المود اوف اكشن اوف ايه اوف ستيرويد هرمون. قلنا الستيرويد هرمون عايز مسنجر بره، نيفر، مش عايز سايكل كي ام بي، انما بيدخل زي الحلاوه، يدخل على طول لانه لايبوفيليك عن طريق السيل ميمبرين، هوبا يلا على السيتوبلازم، هوبا يلا على النيوكليير ميمبرين، يلا على طول على الريسبتور جوه الايه جوه النيوكليوس، يعمل ايه؟ يعمل هرمون اللي هو الاسترويد ريسبتور كومبلكس، والهرمون ريسبتور كومبلكس يروح على عمك الدي ان ايه، على جين معين ياثر عليه، يعمل افكت عليه ويعمل يزود الترانسكريبشن، ترانسكريبشن للبروتين اللي هو عايزه. فالماسنجر ار ان ايه بعد ما تصنع يطلع بره يروح للريبوزوم يعمل بروتين بيوسينثيز. يقصد ايه البروتين بيوسينثيز؟ يقصد انه يطلع انزيم. يعني لما اقول لك والله الاسترويد هرمونز بتروح تعمل بتعمل الانهبيشن للجلايكوليسيس، يعني تعمل انهبيشن للجلايكوليسيس يعني ايه؟ يعني تمشي كده 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 وتطلع انزيم، تطلع انزيم ياثر على الجلايكوليسيس بالايه؟ بالانهبيشن، يعني يعمل انهبيشن للجلايكوليسيس. لو قلت لك بتزود الجلوكونيوجينيسيس يعني ايه؟ بتعمل كده 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 وتطلع بروتين اللي هو انزيم يزود الايه؟ يتحكم في الجلوكونيوجينيسيس. ما احنا عندنا البصمه كلها عباره عن شويه ايه؟ عباره عن شويه سبستريتس وشويه انزيمز. مين اللي بيتحكم في السبستريت؟ الانزيم. يعني لو اتحكمت في الانزيمز ها؟ اتحكمت في كل الباث واي، ممكن اقلل الجلايكوليسيس وممكن ازود الجلوكونيوجينيسيس. ابقى الميكانيزم اوف اكشن عن طريق جين اكسبريشن. في سبيسيفيك ريسبتور وبنعمل كومبلكس معاها وبتشتغل على طول تعمل ريجوليشن للترانسكريبشن وتعمل بروتين بايوسينثيس اللي هو الهرمون اللي هو الانزيم بايوسينثيس. عندنا 6 هرمونز حاجتين، 6 هرمونز حاجتين. يعني ايه 6 هرمونز حاجتين؟ يعني حاجات طالعه من الاوفري وحاجات طالعه منين؟ حاجات طالعه من التستس. فالمين اللي بيتحكم في الجونادز اللي هو الاوفر والتستس؟ 2 هرمونز موجودين في البيتيوتري. مين هم؟ اللوتونايزنج هرمون والفولوكولار ستيمولاتنج هرمون. عشان يتحكموا في البروجسترون ده الفيميل سكس هرمون والتستوستيرون ده الميل سكس هرمون. يعني الاوفريان هرمونز عباره عن ايه؟ عن استروجين وبروجسترون، دول معروفين. هوبا والتستوستيرون، ايه ده؟ هو الاوفري اللي في الست في الفيميل بيطلع تستوستيرون؟ اه بس بكميات ايه؟ قليله، برغم ان التستوستيرون ده بتاع الرجاله انما ده بتاع الميلز، ولكن بيطلع بكميات قليله عند مين؟ عند الفيميلز. ف 18 كربونه الاستروجين وال 19 كربونه الاندروجين وال 21 كربونه البروجستيرون كلهم بيطلعوا منين؟ بيطلعوا من الاوفري. ها بيطلعوا منين؟ من الاوفري. بس اشهر واحد في الاستروجينز كلها واهم واحد والاخطر واحد والاكتف جدا اسمه استرادايول. ده الموست امبورتنت استروجين، خلي بالك منه. ده بيطلع اكتف بس بيروح للليفر يا عيني يحصل له ايه؟ ان اكتيفيشن شويه فتقل الاكتيفيتي بتاعته، عشان كده بيقول لك الهاف لايف بتاعه ساعتين. ها يدخل عند الايه؟ الهاف لايف بتاع الكورتيزول كان ساعتين، الاسترادايول برضه ليه هاف لايف فيتحول لاسترون اقل اكتيفيتي في الليفر، وبعد كده يتحول لان اكتف استرايول بالهيدروكسيليشن. اما بيتحول على 3 خطوات، الاسترادايول ده اهم واحد، الاسترون في الليفر اقل اكتيفيتي، الاسترون يحصل له هيدروكسيليشن يتحول لاسترايول ده ان اكتف خالص. ابقى الاسترادايول ده اهم واحد، ده المين 6 هرمون في المين في الفيميلز، ولكن برضه مش موجود في الميل، موجود في الميل بس بكميات ايه؟ قليله. هل الاسترادايول ده ليه بس ريبرودكتيف اكشن وسيكشوال اكشن وكده بس فانكشن بس؟ لا، ده ليه تاثير تاني على البونز زي ما قلنا وعلى الكالسيوم وكده. بدليل حاجه، الاستروجين لما بيقل عند الستات في المينوبوز بعد ال 45 50 سنه بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم اوستيوبروزس. ليه؟ عشان هو بيقلل الكالسيوم، لما يقل الكالسيوم يقل، لما يزيد الكالسيوم يزيد. عشان كده لما بيقل في الايه؟ في المينوبوز يحصل الست اوستيوبروزس. نيجي بقى للتستس عند الرجاله، بتطلع تستوستيرون معروف، هوبا ده بتطلع كمان استرادايول بس بتطلع استرادايول بكميات ايه؟ بكميات قليله. ابقى التستوستيرون ده الميل الميجور ميل سكس هرمون، بيطلع منين؟ من حته اسمها اللايدك سيلز، اسمها انترستيشيال سيلز. الانترستيشيال سيلز واللايدك سيلز دي بتطلع حاجتين، بتطلع اندروجين وبتطلع الايه؟ التستوستيرون. طب هوبا تاثيرهم تحت تاثير مين؟ الليتونايزنج هرمون. طب الليتونايزنج هرمون ده طالع منين؟ من البيتيوتري. الليتونايزنج هرمون ليه اسم تاني؟ اسمه انترستيشيال سيل ستيمولييتنج هرمون، اي سي اس اتش. طيب هل الاندروجين لما بيطلع او التستوستيرون ليهم فيدباك انهيبيشن على الليتونايزنج هرمون؟ ليهم فيدباك انهيبيشن على الليتونايزنج هرمون.
طيب بيروحوا يأثروا على تنازج الهرمون مباشرة؟ لا، بيروحوا على الكبير بتاعه. هو مين الكبير بتاعه؟ الهايبوثالاميك، الجوناتوتروفين ريليزنج ايه هرمون، يعملوا له انهبيشن. فالانهبيشن بتاع الجوناتوتروفين ريليزنج هرمون يعمل انهبيشن لتنازج الهرمون. يعني لو الراجل ما عندوش تيستس، او التيستس بتاعته حصل لها فيبروزس او انفلاميشنز او حصل لها كانسر او اتدمرت، وما بتطلعش ولا اندروجين ولا تستوستيرون، مفيش فيدباك انهبيشن على جونادوتروفين ريليزنج هرمون. لو ما عندوش، عنده هايبوجوناديزم، مولود بدون تيستس او التيستس بتاعته حصل لها اطروف، يحصل ايه؟ مفيش فيدباك انهبيشن. يعني ايه؟ يعني جونادوتروفين ريليزنج هرمون يطلع بزياده، يروح يقول للتنازج هرمون يلا زيد، فالتنازج هرمون يطلع بايه؟ بزياده، عشان مفيش يعني تاثير فيدباك انهبيشن عليه. وادي الفورماتيف وكده بقى خلصنا المحاضرة الجميلة ديت إن شاء الرحمن. أتمنى فهمتوها، وأبقى أنتوا عارفين عبارة عن إيه؟ عن كوليسترول. الكوليسترول أعطانا إيه؟ أعطانا حاجتين، أعطانا بريجنينولون وأعطانا بروجستيرون عن طريق الديسموليز إنزيم، وبعد كده دول أعطانا كل الستيرويد هرمون، مينرالوكورتيكويدز في الأوتر وجلوكورتيكويدز في الوسط، والسكس هرمونز بتطلع، الميل سكس هرمون والفيميل سكس هرمونز، وقلنا تأثيراتهم ايه والفانكشن بتاعتهم ايه والاستراكشر بتاعهم ايه والبيولوجيكال اكتيفيتي بتاعتهم ايه. وكده بخلصنا المحاضرة، وان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله.